السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانتوما هذا هو السكر اللي غادي نحرسو دابا غادي نحرس هذا السكر. صافي اخواتي، غادي نبداو دابا على بركة الله بس نحرس هذا السكر ديالي. بصراحة هنا يا اخواتي فرشتو، هنا انتم عارفين بس انك تحرس هذا لي سكر ضروري ضروري ترون الدنيا، ومرة قطير هناك السكر وقطير تما، والحمد لله مزيان. بعدا حرس هنايا شوية هانتوما على حسب البرد. وشحال ما حرست السكر اخواتي على حسب دائما محمد اللي كتحرس ليا، على حسب يعني ما قديش نحرس بوحدي، انا في كوف، انا كتكوف غير يحرس لي يدي وغير يحرس لي كاس. هانتوما استخدم هذا كاس كبير بس ما يحرست لي. وهذا بصراحة اخواتي هذا السكر فيه عذاب عذاب عذبتني بزاف بزاف هذاك الساعة. شي واحد اخواتي بغى نسولكم على خصوص هذا السكر. اغلية في مغاربة بحال دابا في مناسبة مثلا اسبوع عروس، يعني ضروري كيوديو السكر. وهذا سكر ماشي سهلة، بس انك ديري اتاي خاصك يعني ضروري دبس معها ودربيها وقتليها، عاد غادي ديري اتاي. وهذا سكر اخواتي فيها عذاب، والله فيها عذاب. عايد نقتلها وعايد ندربها وعايد نقتل معها وعايد ندبز معها، ولكن والو عرفتوا شحال الساعه بس كندرب هذا سكر. صراحه عذبوني، انا كنحاول خليه مقده، كنحاول كل واحد بحال، ولكن والو. علشان هيك مره كديري اتاي، مره مسوس، مره حلو، ما في عبار. وضرب يدي اخواتي، ضرب يدي بصراحه هذاك الشيء عجب، يعني ما نكذب عليكم اخواتي، عيت نقتل معها، ولكن قلت راسي ما عندي ما ندير، خليني نسال هذاك الشيء بس نتحنى منه. وبصراحه اول مره كنشوف سكر بحال هذاك الشكل اخواتي، على حسب نحن ما عندناش كاع سكر بحال هذاك الشيء، ولكن كيجي مع اتاي واعره، والسكر يعني كيجي زوينه. غير بحال دابا غادي دير اتاي ومع سنيده، يعني ما يجيش هذاك الشيء، يعني ناقص. هذا عرفتي، كان عيان نضربها، كان عيان. وبصراحه كل ما كنضربها يعني كان كاف، ويمكن غير يحرس لي هذا الكاس، وغاري هذا الكاس غير يجرح لي يدي، ولكن هذاك الشيء اخواتي غير كنقول توكل الله. صراحة كان في مره كنضحك، كنقول راسي شو هذاكم، شو هذا عذاب، هذاك الشيء عذاب، خليني نستنى محمد هو يحرس هذاك الشيء. ولكن صافي بديت هذاك الشيء، ضروري نسال خدمة ديالي. اصلا انا ما كنرتاح حتى ما نسال هذولي، اذا بديت شي حاجه اخواتي ما كنرتاح، ضروري نسال. وصراحه ايدي ضربتو وصافي اخواتي، يعني احسن لو كان، يعني لو اذا غادي تولني احسن صافي ما نجيب هذا سكر، انا نجيب غير باكيه سكر ماشي باكيه. مسكينه لاني كتقتل بس كدبز مع السكر لاني، ويلا لا سكر، غير السكر كدبسي معها. ضحكني كنشوف راسي، كان مونتي الفيديو كنشوف راسي. ايوا اخواتي صافي، واخيرا قريب ما يعني ما بقى والو. يلا صبري قريب يلا حرسي. صراحه كنشوف راسي كنقول يا ويلي كدحاكني. هاي
توا اخواتي ما بقى والو غير نسال هذا ولي سكر. وقولوا رايكم في التعليق اخواتي، شاركونا كيفاش انتوما كدرب السكر، ولا كيفاش انتوما كدبس السكر، واش انتوما بحالي ولا غي انا. ورينا الطريقه ديالكم بس تحرس السكر، بس ما ندبز، بس اخر مره ما ندبز مع سكر بحال هذاك الشكل. انتوما مسكينه كدب مازال كدبز مع سكر. بارك لاني بارك راح تعذبي راسك. يلا بارك. انتوما اخواتي صراحه اخواتي بغا نسولكم شي، يعني اكتبوا في التعليق علاش زعما هذا السكر ضروري ديال العروس وديال الحفله ولا ديال الصبوح. صافي ساليت اخواتي واخيرا غير نجمع هذا الروينه هنايا في الصالون. بصراحه روينه بزاف السكر طايرات لي هنايا في الصالون في فوتي وفين ما كان، او سكر طايحه. وغادي نجمع هذاك الشيء ضروري ندوز فيه هنا سبيراتو على حسب كلشي عامر بالسكر هانتوما. انا غادي نوريكم اخواتي كيف وليت هنايا بلازه هنايا في الفوتي. شفتو هانتوما السكر هنا السكر تما حتى وصلات في الارض. السكر هنايا ضروري اخواتي ندوز مع سبيراتو. يلا خليكم معايا اخواتي على حساب بغنسولكم شي حاجه الخصوص فوتي ديالي، وبغى ناخذ رأي ديالكم. صافي اخواتي هنا يدوز في سبيراتور ونقيت مزيان، وبغنسولكم شي حاجه اخواتي بحال دابا هذا متكيه، يعني هذا ديال فوتي ديالي كيبقى يبزط بحال هذاك شقل، يعني مع مراس يعني من الداخل مع مراس. وبغى نعود عمرهم، وبغى ناخد رأي ديالكم اسنو هو احسن بس نعمرهم، يعني بونجا ولا قطن. بصراحة هادولي لصادة ديال فوطي ديالي دايروا فيها بونجا، ولكن قلت راسي احسن ندير قطن. هذاك ساعة كان صوبنا هذاك شي، قلت لهم صوبوا لي لصادة ديال فوطي ديالي قطن، ولكن هذاك ساعة اخواتي سالاو وعاد شفتو ما دايروا قطن، يعني دايروا سي بسيطة، دايروا سي جوا يعني بونجا، ولكن هذاك ساعة عمرو بزاف عمرو بونجا وما عجبني حال. صافي نقصتو هذاك ساعة وشوفوا كيف ولا بحال دابا كتكي، يعني كيبقى بزط بحال هذاك شكل. هانتوما على حسب هذاك النهار عمرو بزاف بونجا، وبحال دابا غير تجلسي يعني ما مرتاح يعني قاصة. وقلت لهم هذاك الساعة ديرو لي قطن، ولكن ما دايروش، دايرو غير هادو لي بونجا اللي مقطعين. غنوريكم كي داير اخواتي. فدابا هذاك الساعة كان نقصتو منه، وشوفوا هنايا خيطتو، وشوفوا نوريكم شوف الداخل. وحتى تكتبوا في التعليق اخواتي هاك دايره انتوما، يعني الفوطي ديالكم هاك دايره، يعني جوا بونجا، شوفوا بونجا بحال سي زباله بحال سي مقطعه، وكيف فتتو كترون الدنيا. هانتوما صراحة ما عجبتني هذاك الشيء اخواتي، ما عرف يعني كاين انت احسن منه وبغى ندير، وبغى ناخذ رايكم سنو احسن، بس ما يبقى ينبزط يعني كيبزط كم، يعني بحال دابا كتكي كتبزط على حسب مع مراس. وبغى نعمر هذاك الشيء، وبغى ما عرف شنو غير نعمرهم. محمد قال لي قطن، يعني حتى قطن خايبة على حساب حتى قطن مدة طويل كيبزط بحال هذاك شقل. هانتوما هادولي درتو هنايا بس نعمرهم، ولكن هذاك شي ماشي ديالو. انا نوريكم جوا، هذا جوا اللي دايرو هذا مول فوطي اللي صوبنا هذا فوطي. هانتوما دايره بحال الزبل، هانتوما
هذا بونجل مقطع وفي الاخر كيفطط، وبغى نبدل هذاك شي خواتي، عافاكم قولوا لي شنو هو لي طريقه، شنو هالي حل، بس غاري نعمر هذا لي لوساده ديال الفوتي ديالي على حسب يعني ضايقوني بزاف، بحال دابا دغيا كيبزد، دغيا كيبز، ضروري غادي ندير هذاك شكل عادي غادي يوقف راسو بحال هذاك الشيء، وانا بغا يكون يبقى شد راسو، ولكن والو اخواتي يا اخواتي قولوا لي فط عليك شنو احسن ندير، وشكرا بزاف ونشوفكم في فيديو اخر، يلا مع السلامه.